مصر برضو على السفرية دي؟ ده اللي كان لازم أعمله من زمان. بس يعني السفرية ملهاش أي لزوم يعني. جايز ألحق الحتة الحنينة اللي في قلب ابني أمسك فيها بإيديا وأسناني، يمكن يرق ويسامحني. طب استنى حتى أوصلك. مش هستنى تاني يا عمر، مش هفضل حاطط ايدي على خدي وانا بتصعب على حالي والعمر بيجري يوم ورا التاني، لحد ما الاقي نفسي في اخر نفس انا نفسي اشوفه. طب ولو قفل الباب في وشك؟ هحاول مره واتنين وتلاته، هدور عليه في كل مكان، لازم اشوفه، لازم اخده في حضني. كفايه الغلطه اللي ضيعت فيها فلوسي، انما الغلطه دي مش هستمر فيها. دمي ابني عمر، عايز اشوفه قبل ما اموت. هتسيبني يا عم حافظ؟ خلاص بقى انت هتعيط، خلاص وبلاش حكاية الساونة دي، فاهم؟ يلا يلا مع السلامة، مش عايز. يلا يلا يا اسطى، يلا اوعى اوعى على المطار يا اسطى، يلا. حافظ راح فين؟ سافر. يقطعني، ده كان في جواب ونسيت اديهوله. جواب مين؟ من مين؟ ايوه عرفت لك مكانه، مش هتدور عليه.